يعطيكم العافية. رح نكمل اليوم، أو خلينا الوحدة اللي بلشنا فيها اللي هي respiratory system، ورح نحكي هلأ عن ال disorders أو diseases اللي بتكون في respiratory system. أول موضوع رح نبلش فيه اللي هو rhinitis. طبعا هدول بسموهم upper respiratory tract infection، وأول موضوع رح نحكي عنه rhinitis. rhinitis هو عبارة عن group of disorders characterized by inflammation and irritation of the mucous membrane of the nose. إذن هو عبارة عن مجموعة من الأمراض تتميز بحدوث عملية التهابية وتحريش، خلينا نحكي، أو تهيج داخل الغشاء المخاطي الموجود داخل الأنف. It may be classified to non-allergic or allergic. طبعا هاي الرينيتس قد تكون تحسسية وقد تكون غير تحسسية. Allergic يعني تحسسية، non-allergic غير تحسسية. العلامات والأعراض اللي احنا بنشوفها عند هدول المرضى، أول إشي بيصير في عندهم رينوريا. الرينوريا اللي هي عبارة عن نزول أو سيلان من الأنف، اللي هي الإكسسيف نيزل درينج، إفرازات أنفية زائدة عن حدها، بنسميها راني نوز، يعني عماله بيصير سيلان من الأنف. نيزل كونجستشن، احتقان في منطقة الأنف. نيزل ديسشارج، إفرازات من الأنف، وعادة قد تكون إذا كانت بيريولنت، يعني إذا كانت قيحية، عادة يدل على بكتيريا الإنفكشن. نيزل اتشينس اللي هو بيكون فيه زي حكة بالأنف، سنيزينج، عطاس، وهدك، صداع. الميديكال مانجمنت اللي احنا بدنا نعملها لهدول المرضى، the management of rhinitis depends on the cause. إذن نعرف إيش السبب اللي أدى لحدوث الرينيتس، هل هو allergic ولا non-allergic، which may be identified in the history and physical examination. طبعا ممكن هذا يبين معنا من خلال الهيستوري، التاريخ المرضي للمريض، والphysical examination. If viral rhinitis is the cause, medication are given to relieve the symptoms. إذا كان الرينيتس non-allergic وكان سببه viral infection، التهاب فيروسي، في هاي الحالة بدنا نعطي أدوية عشان نخفف الاحتقان، بدنا نعطي زي أنتيهستامين أو أدوية تخفف احتقان الأنف. In allergic rhinitis, tests may be performed to identify possible allergen. Corticosteroids may be required. هلا إذا كان allergic لازم نعمل فحوصات عشان نعرف إيش السبب اللي أدى إلى حدوث التحسس، وعادة بيعالجوها بالكورتيكوستيرويدز اللي هي الاستيرويدات أو الكورتيزون. If symptoms suggest a bacterial infection and antimicrobial agents will be used. طبعا إذا كان الالتهاب في بيريولنت شارج، في إفرازات قيحية، معناته في عنا bacterial infection. إذا في bacterial infection معناته لازم نلجأ للعلاج المضاد الميكروبات أو الانتيبيوتيك، نعطي antimicrobial أو antibiotic. طبعا إذا كان viral ما بنعطي antibiotic ولا بنعطي antimicrobial، وبس بنكتفي بأنه نعطي أدوية تخفف الاحتقان، وعادة بيعطوا الانتيهستامين مثل الألارفين، مثل والأدوية المشابهة له عشان تخفف من احتقان الأنف. خلينا نيجي على النيرسينج مانجمنت. النيرسينج مانجمنت، the nurse instruct the patients with allergic rhinitis to avoid or reduce exposure to allergens and irritants such as dusts, molds, animals, fumes, odors, powders, sprays and tobacco. الـ nursing management، هلا احنا as a nurses شو الرول تبعنا؟ الرول تبعنا انه احنا بدنا اذا عرفنا انه المريض عنده allergic rhinitis احنا بدنا نعطيه instruction عشان ما ترجع عنده allergic rhinitis مرة تانية. فايش instruction بدنا نعطيها للpatient؟ بدنا نحكي له انه يعمل avoid انه يبتعد او يقلل، reduce التعرض اللي هو exposure to allergens، لا المواد المحرضة او اللي ممكن تتأثر عليه او المحسسة واللي ممكن تعمل له allergy. ايش الاشياء اللي لازم انه المريض يبعد عنها؟ مثل الدستس اللي هي الغبار، المولتس الطين او الاتربة، انيمالز الحيوانات اللي إلها فرو مثل القطط، مثل الكلاب اللي إلها فرو، فيومز العطور، اودرز اي شيء له رائحة، الباودرز اي شيء بيجي على شكل باودر، بودرات الجسم الى ما شابه من هاي الاشياء، سبريز اللي بتيجي رش، and tobacco smoke ودخان الدخان العادي اللي هي الأدخنة تبعت الدخان أو النار مثلا أو الأرجيلة إلى آخره.
The patient is instructed about the importance of controlling the environment at home and work. طبعا بهاي الحالة كمان بدنا ننصح المريض انه يعمل كنترول في البيئة تبعته سواء كان بالبيت او في العمل، بحيث انه يبتعد عن الاشياء المحسسة، يخفف من استخدامها، يعني اذا كانوا بيستخدموا بالبيت عطور، سبريز، معطرات جو، يبتعدوا عنها لانها هاي بتعمل له اليرجيك رينايتس. سلاين نيزل اند ايروزال سبراي ما بي هيلفول ان سوثينج ميوكس ممبرين سوفت crusted secretion and moving irritants. ممكن نحط normal saline nasal drops، اللي هي normal saline nasal drops اللي هي عبارة عن مية وملح. المية والملح تنحط داخل الأنف، هاي المية والملح بتخفف الاحتقان الموجود داخل الأنف. ممكن كمان يستخدم سبراي، يعني زي بخاخات تنحط بالأنف، نفس الاشي هاي بتعمل على نفس التأثير، انها بتخفف الاحتقان الموجود داخل الأنف وتخلي عملية التنفس أسهل. ممكن تخفف من شدة الميوكس ممبرين، التحسس الموجود في الغشاء المخاطي، وتخفف من الإفرازات المتجمدة أو المتقشرة، وبتخفف من الاحتكاك من التحسس. تكملة النيرسينج كير نيرسينج مانجمنت. The nurse instructs the patients in the proper use of and technique for administering nasal medication. هلا اذا المريض له nasal medication بدنا نعلم المريض كيف ياخذ النازل medication. في بعض النازل medication تيجي نقط بده يكون نايم وراسه شوي انزل من جسمه او رافع راسه لورا عشان يقدر يفوت النقط بانفه. هلا اذا كانت بخاخات ممكن انه ياخذها وهو واقف المريض او هو قاعد، فاحنا حسب نوع النازل congestion بده يستخدمه بنحاول نعلم المريض طريقه استخدامه. The patient is instructed to blow the nose before applying any medication to the nasal cavity. هلا إذا كان المريض بده ياخد أي أدوية للأنف يفضل إنه يعمل blowing. Blowing يعني إنه ينظف أنفه، بالمصطلح تبعنا ينف، يعني إنه ينظف أنفه من الإفرازات الموجودة فيه أول، بعدين يبلش ياخد المديكيشن. In the case of infectious rhinitis, the nurse review the with the patients hand hygiene techniques as a measure to prevent transmission of organism. طبعا اذا كان المريض في عنده infection، يعني سواء كان viral او bacteria، المهم جدا انه بعدنا ينظف انفه المريض، انه يعمل على غسل ايديه جيدا عشان ما يعمل على انتقال هاي الviral infection او bacterial infection لاماكن اخرى او للاخرين. يعني ممكن انه مثلا ينظف انفه وما يغسل ايديه، يحطها على عينه، فممكن يصير في عنده التهاب بالعين. فاحنا بدنا نعلم المريض انه بعد ما ينظف أنفه يغسل إيديه كويس عشان ما ينقل العدوى لأماكن أخرى أو لأشخاص آخرين. In the elderly and other high-risk population, the nurse reviews the value of receiving a vaccine. ممكن إنهم ياخدوا أدوية خصوصاً مثلاً بعض الأدوية أو ضد بعض البكتيريا الانفكشن أو الفيرال انفكشن، ممكن إنها تؤدي لحدوث الرينيتس. هذا الموضوع الأول، بنكون خلصنا. الموضوع الثاني رح نحكي عنه اللي هو الأكيوت فارينجايتس بنفس الصفحة اللي هي صفحة 36. في عنا الأكيوت فارينجايتس problem related to the pharynx اللي هو البلعوم. أول مشكلة رح نحكي عنها اللي هي الأكيوت فارينجايتس. أكيوت فارينجايتس يعني التهاب البلعوم الحاد. أكيوت فارينجايتس is an acute inflammation of the pharyngeal wall. It may include the tonsils, palate, and vulva, ovula, sorry. It can be caused by viral, bacterial, or fungal infection. إذن acute pharyngitis هو عبارة عن التهاب حاد. Acute inflammation يعني التهاب حاد. وين بصير؟ بصير في جدار البلعوم. قد يكون مصاحب لإله التهاب في التونسلز، في اللوز، في البلت، في سقف الحلق، في الأوفيولا اللي هي اللهاء أو القطعة اللي بتندندل من خلف الأنف لخلف الفم بآخر سقف الحلق، هاي بسموها الأوفيولا أو اللهاء. It can be caused by viral bacteria. قد يكون من أسبابه viral infection التهاب فيروسي أو بكتيري أو fungal infection اللي هو فطريات. Clinical manifestation إحنا بنشوفها عند هدول المرضى. أول إشي بيكون في عندهم scratchy throat،
حلقهم عماله بيحكهم، ممكن يكون في عندهم بين، ممكن يكون سيفير ذا سوالوينج از ديفيكالت لدرجة انه ممكن يأثر على عملية البلع ويعمل صعوبة في البلع. Both viral and streptococcal infection appears in as a red and edematous pharynx with or without patch yellow exudate. سواء كان viral bacterial او infectual او سوري فايرال انفكشن او بكتيريال انفكشن، في الحالتين راح تكون عندنا في عند المريض ريد اند ايديميتس فيرنكس، بيكون البلعوم احمر ومتورم with or without patch yellow exudate، بدون ما يكون في عنده نقاط صفراء او افرازات قيحيه موجوده على منطقه البلعوم. White irregular patches suggest fungal infection. هلا اذا احنا طلعنا على منطقه البلعوم ولقينا بقع بيضاء، نقط وبقع بيضاء غير منتظمة، عادة هذا بيدل على عدوى فطرية fungal infection، وعادة بتكون الكانديدا albicans، والكانديدا albicans أحد أنواع العدوى الفطرية أو أحد أنواع الفطريات ممكن إنها تسبب عدوى عند المرضى. Red pharyngeal membrane and tonsils، احمرار في منطقة البلعوم اللي هو الغشاء المخاطي للبلعوم وفي منطقة اللوز. Lymphoid follicles that are swollen are flecked with white purple exudate. كمان بيكون عند المريض الهويسلات الليمفاوية بتكون متورمة، يعني في عنا احنا هويسلات ليمفاوية بتكون في منطقة الرقبة، في عنا اسفل الذقن، هاي لو حسيناها الاصل انها تكون انبالبابل، لكن لما يكون المريض عنده التهاب او عنده مرض لو حطينا ايدنا عليها اللي هي تحت الاذن في منطقة الرقبة أعلى الرقبة مع منطقة تحت الذقن، هاي كلياتها لو تحسسناها لما بيكون المريض بيكون منحس زي كأنه في عنا زي الجلول، زي دوائر صغيرة تحت إيدينا، هاي بتكون دليل على إنه العقد الليمفاوية تورمت أو صار فيها تجمع للسوائل. Enlarged and tender cervical lymph nodes، هاي العقد الليمفاوية الموجودة في منطقة الرقبة. And no cough، المريض ما بيكون عنده سعال، بصير في عنده fever، حرارة، ملاذ، تعب وإجهاد. And sore throat اللي هو احتقان في منطقة الحلق. النيرسينج مانجمنت للمريض اللي عنده acute pharyngitis، the goal of nursing management are infection control. إذن الهدف الأساسي تبعنا إنه إحنا نمنع انتشار المرض. حكينا إنه هذا المرض قد يكون viral، قد يكون bacterial، قد يكون fungal، فإحنا ما بدنا ننقل العدوى الموجودة عند المريض لمرضى آخرين أو لأشخاص آخرين، فبالتالي بدنا ننتبه لهدول المرضى ونراقبهم. ونمنع انتشار المرض للآخرين. بعدين symptomatic relief، بدنا نخفف الأعراض، هذا الهدف الثاني تبعنا. And prevention of secondary complication، ونمنع حدوث المضاعفات. المضاعفات إنه إذا كان مثلا viral infection يتحول لبكتيريال infection على سبيل المثال، أو إنه مثلا كان عندنا الالتهاب موجود بالفيرنكس ينتقل لمناطق أخرى في منطقة الريسبيراتوري، ممكن ينزل على الرئتين ويعمل نمونيا مثلا لا سمح الله. Candida infection are treated with nystatin أو المايكوستاتين and واللي هو نوع من أنواع الأنتيفنجل and antibiotic. هلا إذا المريض كان عنده candida infection حكينا إنه الكانديدا هي أحد أنواع الفطريات يتم علاجها بدواء مضاد للفطريات. من الأدوية المضادة للفطريات في عنا دواء اسمه النستاتين وفي عنا المايكوستاتين، كمان ممكن نضطر إننا نستخدم antibiotic مضادات حيوية. Inhaled corticosteroids are at risk for infection with candida which can be prevented by thoroughly rinsing the mouth out with water after dosing. هلا في عنا الأدوية اللي بتم استنشاقها واللي بتحتوي على الكورتيزون وعادة بتكون على شكل باودر، يعني اللي بيستنشق المريض بحس زي كأنه استنشق باودر. هلا لازم المريض بعد ما ياخذ هاي المواد اللي بيستنشقها اللي هي الانهيلنت يعمل على غسل تمه كويس، لأنه إذا ضلت هاي الكورتيكوستيرويد داخل التم ممكن إنها تعمل للمريض مضاعفات إنه يصير في عنده فنجال انفكشن، يعني إذا ما كان عنده بصير. فعشان هيك لما بيستخدم هاي الانهيلنت اللي بتحتوي على
الكورتيزون، لازم يعمل تغسل يغسل تمه كويس بعد ما يستنشق العلاج. encouraged to increase fluid، بنشجع المريض على انه يشرب كمية كافية من السوائل عشان ما يصير عنده dehydration ويصير في الغشاء المخاطي يضل رطب. diagnostic findings اللي احنا بنشوفها عند المريض، بيكون في عندهم rapid screening test for streptococcal antigen، مهم جدا انه احنا نعمل فحص عشان نشوف هل في عنده bacterial infection ولا لا، فممكن يعملوا يشوفوا اذا في عند المريض مضادات، اذا الانتيجين تاع streptococcal اللي هو احد انواع البكتيريال infection هل موجود عنده في الجسم. ممكن ياخذوا مسحه مثلا من منطقه البلعوم ويعملوا لها culture and sensitivity اللي هي زراعه، ويشوفوا هل موجود فيها bacterial infection ولا لا، اللي هي throat culture اللي هي مسحة من الحلق بيعملوا لها زراعة، and nasal swabs and blood culture. ممكن ياخدوا مسحة من الأنف كمان ويعملوا لها analysis و culture، أو يعملوا blood culture اللي هو فحص بيعملوه اللي هو زراعة الدم. زراعة الدم بياخدوا عينة من المريض، blood culture بياخدوا عينة من المريض. لما بدهم يسحبوا عينة الدم للblood culture، أول إشي من مكان اللي بدهم ياخدوا فيه دم بيعملوا تنظيف للمنطقة مش بكحول، باليود. بعد ما يسحبوا عينة الدم في عنا ميديا متخصصة، بيكون بوتل أزاز فيها سائل أصفر، هاي بتكون متخصصة الميديا لعملية لسحب عينة البلد كالتشر. طبعا لما احنا بدنا نيجي ندخل النيدل وندخل الدم داخل البوتل، البوتل بتكون لها زي منطقة ربر مطاطة من فوق عشان أدخل النيدل فيها وأعطي وأدخل الدم اللي أنا سحبته. قبل ما أنا أحط النيدل عشان أدخل الدم، بمسح الربر هاي بيود، بعدين بحط عينة الدم داخل الميديا المتخصصة للبلد كالتشر. بس داوموا بالمستشفى أكيد رح تشوفوها هاي، فدوروا عليها. هاي اللي هي بنعمل بلد كالتشر. نيجي على النيرسينج مانجمنت للمريض اللي النيرسينج مانجمنت بشكل عام. اول اشي the nurse instruct the patients to stay in bed، مهم جدا ان نحكي للمريض انه يرتاح بالسرير، خصوصا اذا كان في عنده فيبرايل ستيج. فيبرايل ستيج يعني اذا كان في عنده حرارة المريض او خلال مرحلة ارتفاع درجة الحرارة. used tissue should be disposed of properly to prevent the spread of infection، زي ما حكينا انه من ضمن الاهداف تبعتنا نمنع انتشار العدوى، فمهم جدا انه يتخلص المريض من الفاين اللي عماله بيستخدمه بطريقة مناسبة بحيث انه هو ما حدا اخر يلامسه وتنتقل له العدوى. فمباشرة اول ما يستخدم الفاين ويخلص من استخدامه لازم انه هو يحطه مثلا بسلة الزبالة مباشرة او يكون قريب منه اللي هي سلة الزبالة عشان يتخلص من الفاين. It's important to examine the skin once or twice daily، ان نراقب جلد المريض اذا في مثلا لا سمح الله جفاف، اذا في راشز، اذا في اي تغيرات في الجلد لازم انه احنا نراقبها. warm saline gargle or irrigation، بدنا نخلي المريض انه يتغرغر بمية وملح، تكون المية والملح دافيين عشان يخفف من الاحتقان في المنطقة. an ice collar also can relieve severe sore throat، ممكن نحط للمريض كمان ice collar. الايس كولر اللي هي زي قطعة بتنحط على الرقبة بتكون باردة، زي كمادة باردة بتنحط على منطقة الرقبة، بتعمل على تبريد منطقة البلعوم وبتخفف الانفلاميشن فيها. mouth care may add greatly to the patient's comfort and prevent the development of fissure, cracking of the lips and oral inflammation، مهم جدا ان نعمل mouth care للمريض، لانه المريض اذا صار في عنده حرارة، اذا صار في عنده جفاف، مباشرة ببلش يبين على شفايفه انه بصير في عندهم زي تقشر او بصير في عندهم جروح في منطقة الشفة. فانه احنا لما بنعمل mouth care بننظف منطقة الفم وبنغسل الشفايف، بنحط عليهم مرطب، هاي من الاشياء اللي بنعتبرها بنعملها مع mouth care، بتخفف من الكراكينج اللي هي التشققات اللي ممكن تصير في منطقة الشفايف، وبتخفف من اللي خلينا نحكي البكتيريال انفكشن، انه يتحول انفكشن لبكتيريال داخل الفم. The nurse instructs the patients to resume activity gradually، بدنا نطلب من المريض انه يبلش يرجع لوظيفته العادية
تدريجيا، يعني انه يكون هلا احنا مريضنا بيدرست انه يبلش يتحرك، لكن يكون تدريجي مش مره واحده يقوم ويتحرك. The nurse instruct the patients and family about importance of taking the full course of therapy. مهم جدا انه احنا نحكي للعائله ونحكي للمريض للimportance، اهميه انه المريض ياخذ الفول كورس اوف ثيرابي. فول كورس اوف ثيرابي انه ياخذ العلاج كامل، خصوصا اذا كان عم ياخذ انتي مايكروبيال او انتي بايوتيك، لانه ما بصير انه يوقفهم في النص، لانه ممكن يصير عند المريض بعدين مناعه ضد المضادات الحيويه. فعشان هيك مهم جدا انه ياخذ المضاد الحيوي كامل لبين ما يخلصه تماما، حتى لو اختفت الاعراض من عند المريض. هذا كلياته بالنسبة للأكيوت فارنجايتس. المرض الثاني رح نحكي عنه اللي هو الكرونيك فارنجايتس، اللي هو التهاب قلب العمى المزمن. والكرونيك فارنجايتس is a persistence of inflammation of the pharynx، هو عبارة عن التهاب مستمر، persistence مستمر، بيصير في منطقة البلعوم. It's common in adults، عادة بنشوفه عند كبار السن. Who works or live in industry surroundings، بنشوفه عند كبار السن اللي بعيشوا أو بيشتغلوا في منطقة صناعية. إيش يعني منطقة صناعية؟ يعني منطقة فيها مصانع، ففيها كتير من الغازات والتلوث في الهواء. Use their voice to access، بنشوفها عند الناس اللي بتستخدم صوتها بشكل كبير، يعني مثلا معلمين، الدكاترة اللي بيشرحوا بالجامعات، انه بيكون عنده أكيوت ما بيقدر ياخد إجازة، بضل يحكي ويشرح المحاضرات، فممكن انه مثلا ممكن انه يصير عنده كرونيك فارنجايتس. سفر فروم كرونيك كاف، الناس اللي بتكون بتعاني من سعال مزمن. اند هابيتشوالي يوز الكحول اون توباكو، والناس اللي عاده او هابيتشوالي معناها عاده بيستخدموا الكحول، بيشربوا كحول او انهم بدخنوا. العلامات والاعراض اللي بنشوفها عند المرضى اللي عندهم chronic pharyngitis. The patient with chronic pharyngitis complain of constant sense of irritation or fullness of the throat. عادة المرضى اللي بيكون في عندهم التهاب مزمن في البلعوم دايما بيكون في عندهم شعور بتحريش أو تهيج، أو بحسوا زي احتقان في منطقة الحلق. Mucus that collect in the throat and can be expelled by coughing، دايما بيكون في عندهم إفرازات اللي هي الميوكس، بيكون البلغم بيكون ميوكس، وعادة بيكون موجود بتجمع بمنطقة الحلق ودايما بيطلعوا خارج الجسم عن طريق السعال، وبيكون في عندهم difficulty swallowing، صعوبة في البلع. الميديكال مانجمنت لهدول المرضى، treatment of chronic pharyngitis is based on relieving the symptoms، انه اهم اشي في العلاج انه نحاول نخفف الاعراض اللي بشعر فيها المريض. Avoid exposure to irritants، نمنع التعرض للمحفزات او المحرشات اللي ممكن انها تزيد من حدة الموضوع. And correction any upper respiratory pulmonary or cardiac condition، انه نعمل على اصلاح اي، او خلينا نحكي علاج اي مشكلة سواء تنفسية او لها علاقة في الرئتين او لها علاقة في القلب. Nasal congestion may be relieved by short-term use of nasal spray، إنه منخفف الاحتقان عند المرضى من خلال استخدام السبراي اللي هي البخاخات الأنفية اللي بتخفف الاحتقان. If there is a history of allergy, one of the antihistamine decongestant medications such as Drixol أو Dimetapp، إذا نعطي مضاد للهستامين اللي بيخفف الاحتقان عند هدول المرضى. وحطين لنا أمثلة على الأدوية، أسبرين أور أسيتامينوفين اللي هو الريفانين أو البنادول، بنعطيهم لهدول المرضى ويستخدموه على أساس إنه هو أنتي إنفلاماتوري، مضاد التهاب، على إنه أنالجيزكس مسكن ألم، وإذا كان في حرارة يعتبر خافض حرارة. النيرسينج مانجمنت اللي احنا بنعملها لهدول المرضى، the nurse instruct the patients to avoid contact with other until the fever subside، طبعا ممنوع انهم يتعاملوا مع الاخرين عبين ما تخف الحرارة عشان يمنع انتشار العدوى. الكحول توباكو second hand smoke and exposure to cold are avoided، بدنا نمنع المريض او ننصح المريض بانه يبتعد عن الكحول، يبتعد عن الدخان اذا كان هو بدخن، او second hand smoking يعني يقعد جنب ناس بتدخن.
أو إنه يتعرض للبرد، للجو البارد، هاي كلها أشياء بده يمتنع عنها عشان ما تعمل له تحريش في منطقة البلعوم. The patients may minimize exposure to pollutant by wearing a disposable face mask. هلا إذا كان المريض بيعيش في منطقة ملوثة، شغله بيتطلب إنه هو يكون في منطقة فيها أبخرة، فيها غازات، فيها دست وغبار، بننصحه إنه يلبس الفيس ماسك اللي هي كمامة الوجه. The nurse encourage the patient to drink plenty of water، نخليه يشرب كمية كافية من السوائل. Gargling with warm saline، وإنه يعمل غرغرة بالنورمال سالين الدافي عشان يخفف الديسكومفورت، عدم الراحة الموجودة عنده في منطقة الحلق. Lozenges will keep the throat moisture، ممكن يستخدم أشياء مطرية مرطبة، مثل مثلا يأكل الملبسات، الستريبسلز، الأشياء اللي بتشبه الستريبسلز، مثل الهولز، مثل يعني اللي لها طعم مثلا عنعنع، هدول كلهم ممكن انهم يخففوا من خلينا نحكي من حدة الجفاف الموجود، لانهم بيضلوا مرطبات وبيزيدوا من افراز اللعاب، فبيخلوا منطقة رطبة دائما. هيك بنكون خلصنا الكرونيك فارينجايتس او الفارينجايتس بشكل عام، وبنبلش في المرض اللي بعده اللي هو التونسيلايتس اند ادينويدايتس. التونسيلايتس اللي هي التهاب اللوز، والادينويدايتس اللي هو التهاب اللحميات. في عنا شيء اسمه ادينويد، الادينويد هي عباره عن لحميات بتكون عاده موجوده في الانف، في بعض الاحيان بيكون حجمها كبير لدرجه انها بتعمل التهاب عند هدول المرضى. خلينا نحكي عن التونسيلايتس والأدينوديتس. The tonsils are composed of lymphatic tissue and are situated on each side of the oropharynx. إحنا بنعرف إنه المريض في عنده لوزتين، كل واحدة فيهم موجودة على جهة من اللي هي من الأوروفيرنكس داخل تجويف الفم، في على اليمين وفي عنا على اليسار. طبعا التونسيلز هي عبارة عن أنسجة لمفاوية موجودة على جانبي تجويف الفم. The adenoid or pharyngeal tonsils consist of lymphatic tissue near the center of the posterior wall of nasopharynx. كمان في عنا الأدينويد بتكون موجودة داخل اللي هو في النيزوفيرنكس، في نهاية جدار الأنفي البلعومي. Infection of the adenoid frequently accompanies acute tonsillitis. عادة الأدينويد بتكون مصاحبة مع إيش؟ مع acute tonsillitis، يعني بيكون في عنا التهاب حاد في اللوز يؤدي later on إنه يصير في عندهم التهاب في الأدينويد اللي هي اللحميات. من أهم أسباب الانفكشن أو الالتهاب اللي بتصير سواء كان في اللوز أو في الأدينويد اللي هو عبارة عن بكتيريا الانفكشن اللي هي المكورات، بسموها group of beta streptococcus اللي هي المكورات اللي اسمها بيتا، وهي most common organism associated with tonsillitis and adenoiditis. العلامات والأعراض اللي احنا بنشوفها عند هدول المرضى، عادة بصير في عندهم سور ثروت، ومعنى سور ثروت التهاب بالحلق، وما انه بكتيريا الانفكشن اكيد يكون في عندهم فيفر، بصير عندهم سنورينج اللي هو بصير يشخور يعني. Difficult swallowing، صعوبة في البلع. Enlarged adenoids may cause the following manifestation. صار في عند الأدينويد التهبت بكبر حجمها وبتتضخم، بتعمل الأعراض التالية. أول إشي mouth breathing، لأنها بتسكر مجرى الأنف فبتعمل mouth breathing، بصير عند المريض ما يتنفس إلا عن طريق فمه. بتعمل earache، ألم في الأذن. بتعمل draining ears، بتجمع سوائل خلف الأذن. Frequent heat head colds، بتعمل عند المريض زي خلينا نحكي شعور بأنه راسه بارد. برونكايتس، التهاب في القصب الهوائية. فول سميلينج بريث، النفس تبعهم بيكون ذا رائحة كريهة، ليش؟ لأنه في التهاب والالتهاب بيطلع ريحة. فويس امبيرمنت، ممكن تأثر على صوت المريض انه يصير في بحة بالصوت. and noisy respiration، بصير في عندهم تنفس مزعج عند هدول المرضى. الاسسمنت والدياجنوستيك فايندينجز، في الفيزيكال اكزامينيشن بيعملوا للمريض، بيشوفوا طبعا انه في عندهم احتقان في اللوز والادينويد. ذا تونسيلر سايتس از كلتشرد تو ديتيرماين ذا بريزنس اوف بكتيريال انفكشن، طبعا بياخذوا مسحه من منطقه التونسيلز، بيجيبوا زي نكاشات الدينين بس بتكون على عصاية خشبية طويلة،
واخرها زي قطنه زي نكاشه الدينين اللي نستخدمها عشان نمسح فيها دينينا. هلا بيدخلوها داخل حلق المريض عند منطقه التونسلز وبيمسحوا فيها منطقه التونسلز. هاي المسحه بياخذوها وبدوها على المختبر فور كلتشر عشان يشوفوا اذا في بكتيريا انفكشن، شو نوع البكتيريا الانفكشن، ويحددوا ايش نوع المضاد الحيوي اللي ممكن انه ياثر على هاي البكتيريا. الميديكال مانجمنت، اول شيء من اهم الميديكال مانجمنت اللي نعملهم لهدول المرضى شيء اسمه تونسيلكتومي. التونسيلكتومي اللي هو الريموفال اوف تونسلز، يعني انه نعمل لهم استئصال للوز. التونسيلكتومي از يوجوالي بيرفورمد فور ريكيرنت تونسيلايتس وين ميديكال تريتمنت انسكسسفول اند ذير سيفير هايبرتروفي اسيمتري or peritonsillar abscess that occlude the pharynx, making swallowing difficult and endangering the airway, particularly during sleep. إذا تونسيلكتومي حكينا شو هي؟ هي أكتومي، معنى أكتومي معناها removal. إذا تونسيلكتومي هي removal of tonsils. عادة بنعملها عند المرضى اللي عندهم recurrent tonsillitis، اللي عندهم التهاب في اللوز متكرر، يعني واحد التهبت لوزه مرة واحدة بالسنة، هذا مش مضطر انه انا اعمل له tonsillectomy. لكن اللي مثلا كل اسبوعين ثلاثة اسابيع بصير في عنده التهاب في اللوز، هذا بنسميه recurrent tonsillitis. وين ميديكال تريتمنت انسكسسفول وحاولنا نعالجه لكن العلاج الطبي العادي عن طريق المضادات الحيويه ما كان فعال معه، بهاي الحاله ممكن انه احنا نضطر نعمل له تونسيلكتومي. كمان اذا كان المريض عنده سيفير هايبرتروفي، عنده تضخم في اللوز بحيث انها تعيق عمليه الاكل وال يعني وتؤثر على تنفس المريض، اسيمتري اور peritonsillar abscess إذا كان عند المريض صار عملت كمان عنده زي خراج حوالين التونسلز. peritonsillar abscess يعني إنه تعمل زي خراج زي كيس يحتوي على قيح، مما يؤدي إلى تسكير منطقة البلعوم وبيخلي عملية البلع تكون صعبة وممكن يأثر على مجرى التنفس يسكر لنا إياه خصوصا أثناء النوم. هلا هاي من الأشياء الأساسية اللي بتشجع إنه يعملوا للمريض تونسيلكتومي. Tonsillectomy or adenoidectomy is indicated only for the patients who has any of the following problem. إيش هي الكيسز اللي إحنا منشوفها عند المريض وبتخلينا إنه إحنا نعمل عند المريض tonsillectomy، نعمل له استئصال لللوز أو نعمله adenoidectomy استئصال للحميات. زي ما حكينا إنه يكون في عندهم repeated بوتس اوف تونسيلايتس، انه يكون في عندهم تكرار في عمليه التهاب اللوز، هايبرتروفي اوف ذا تونسلز تضخم في التونسلز او الادينويد بحيث انها تعمل ابستراكت انسداد في مجرى التنفس خصوصا انها تعمل عند المريض ابستراكتيف سليب ابنيا، انها تعمل توقف في التنفس خلال النوم. Repeated attack of purulent otitis media، إنه المريض يصير عنده تكرار لالتهاب في الأذن الوسطى. معنى otitis media اللي هو التهاب الأذن الوسطى، purulent يعني قيحي، التهاب في الأذن الوسطى قيحي، ومما يؤدي إنه بنخاف إنه يعمل عند المريض إشي اسمه hearing loss، فقدان السمع. فبهاي الحالة هذا بحفزنا إنه نعمل tonsillectomy عند المريض. other condition ممكن تكون إنه يأثر على المريض إنه يعمل عنده أزمة اللي هو الأزمة اللي إحنا بنعرفها أزمة التنفس، ممكن يعمل روماتيك فيفر، التهاب الروماتيزمي إنه البكتيريا توصل على طالما البكتيريا موجودة في الجسم فممكن تنتقل لأي مكان، الأماكن اللي إحنا بنخاف إنها تنتقل لإلها إنها توصل لمنطقة القلب وتعمل التهاب في صمامات القلب، وهاي بهاي الحالة بنسميها روماتيك فيفر. appropriate antibiotic therapy is initiated for patient undergoing tonsillectomy or adenoidectomy. طبعا ما بننسى إنه هدول المرضى لازم نبلش لهم في المضادات الحيوية، وعادة المضاد الحيوي المناسب لهدول المرضى اللي هو البنس. The most common antimicrobial agent is oral penicillin. بيعطوهم البنسلين عن طريق الفم وعادة بتاخد لسبع أيام. الأطفال اللي بيكون recurrent وما بيقدر ياخده عن طريق الأورال بيعطوا IM injection شهرية، بيعطوهم إبرة شهرية هدول recurrent عبي ما يصير عمره خمس سنوات عشان يعملوا له التنسولكتومي.
فهاي من الأشياء. النيرسينج مانجمنت اللي إحنا بدنا نعملها لهدول المريض، طبعا إحنا مريض بده يعمل تونسيلكتومي فبدنا نعطيه بروفايد للبوست أوبراتيف كير، بري أند بوست أوبراتيف كير. طبعا continuous nursing observation is required in the immediate post operative and recovery period because of the significant risk of hemorrhage. طبعا إحنا بنعرف منطقة التونسلز وين موجودة، داخل الفم، فلما نعمل تونسيلكتومي بدنا نعمل جروح داخل الفم. هدول المرضى بعد العملية لازم نراقبهم مراقبة حثيثة، ومهم جدا ان نراقب انه ما يصير في عندهم نزف بعد العملية. The most comfortable position is prone position. عادة من نايم المريض على بطنه، منخلي الهيد تبعه turn to the side، وجهه للجنب. طبعا هدول المرضى لما احنا منجيبهم من العملية منحط لهم دروشيت، دروشيت بتعرفوا الدروشيت اكيد شفتوه بالمختبر، منحط لهم اياه تحت راسه او على المخدة، ممكن المريض ما يقدر يستخدم مخدة كمان. بنايم المريض على بطنه ومنحط راسه على الدروشيت عشان اذا نزلت اي افرازات تنزل على الدروشيت. طبعا مهم جدا هذا البوزيشن عشان يسمح بالإفرازات انها تنزل من التم مباشرة بدون ما تتجمع داخل الحلق. The nurse must not remove the oral airway until the patient's gag and swallowing reflex have returned. طبعا المريض بكون محطوط له ايرواي لما بيطلع من العمليه. ايرواي يعني قطعه بلاستيك بتفتح مجرى التنفس. هذا الايرواي ما بصير انه احنا نشيله عبين ما نتاكد انه الجاج ريفلكس، الجاج ريفلكس اللي هو رد فعل اللي هو اللي لما انت بتدخل مثلا شيء بتمك بتحس انه زي انت بدك تستفرغ او بمنع دخول الاجسام لداخل الغريبه لداخل منطقه الجهاز التنفسي، فهاي بنسميها الجاج ريفلكس. بس ترجع الجاج ريفلكس عند المريض منشيل الايرواي لانه بهاي الحاله بنعرف انه المريض اي شيء ممكن يسكر تمه او يسكر مجرى التنفس راح يكون واعي لها وراح الجاج ريفلكس تشتغل عنده. The nurse applies an ice collar to the neck. بحطوا زي كمادات بارده على منطقه الرقبه، والايس كولر بتيجي زي يعني تنحط على الرقبة وبنحط عليها اشي بارد عشان يمنع النزف. ليش ايس كولر؟ الايس لانه بيعمل فازو كونستريكشن في الاوعية الدموية، بيعمل تضيق في الاوعية الدموية وبالتالي بيقلل من النزف وفرص النزف عند هدول المرضى. Hemorrhage is a potential complication after tonsillectomy and adenoidectomy if the patient vomits large amount of dark blood or bright red blood at frequent interval or if the pulse rate and temperature rise and the patients are restless, the nurse notifies the surgeon immediately. طبعا من اهم المضاعفات اللي ممكن تصير عند المريض انه يصير في عنده نزف ما بعد العملية، عشان هيك راح لازم نضل نراقب الافرازات اللي بتطلع من تم المريض. اذا طلع عنده كمية كبيرة من الدم لون احمر وغامق او برايت ريد يعني الدم لونه احمر فاتح، بهاي الحالة لازم انه احنا نبلغ الجراح لأنه ممكن أنه يكون المريض صار في عنده نزف. كمان إذا صار في نزف ممكن يكون عند المريض أعراض أخرى اللي هي ارتفاع في معدل النبض اللي هي تسارع في نبضات القلب وارتفاع في درجة الحرارة هاي، وكمان الهارت ريت ممكن يبلش يرتفع عند هدول المرضى. إذا لاحظنا أنه المريض صار ريستلس يعني مش مرتاح لازم نبلغ الجراح مباشرة عشان يجي يشوف المريض ويشوف إذا صار في عنده نزف لا سمح الله. If there is no bleeding, water and ice chips may be given to the patients as soon as desired. طبعا المريض متى ما انه اموره تمام ما في عنده اي نزف بنبلش نعطيه سوائل باردة، بنعطيه مية باردة وبنعطيه ice chips يعني ثلج مطحون. زي ما حكينا ليش بدنا نعطي اشياء باردة؟ عشان تعمل فازو كونستريكشن في الاوعية الدموية، تضيق في الاوعية الدموية وتمنع النزف في منطقة التونسلز. The patient is instructed to refrain from too much talking and coughing because these activities can produce throat pain. طبعا مهم جدا انه احنا ننصح المريض انه هو ما يحكي كتير وما يحكي كتير عشان هاي ممكن انها تحفز المنطقة وتؤدي الى حدوث النزف.
الكالين ماوث ووش اند ورم سالين سوليوشن ار يوسفول ان كوبينج وذ ذا ثيك ميوكس. اذا كان في عنده افرازات ومخاط كثير في منطقه الفم بنحاول نتخلص منها عن طريق الغرغره بالنورمال سالين، وتكون الغرغره خفيفه بحيث انه احنا ما نعمل نزف في المنطقه، ويكون النورمال سالين دافي عشان يطري الافرازات ويطلعها. It's important to explain to the patient that a sore throat, stiff neck and vomiting may occur in the first 24 hours. بدنا نحكي للمريض عن المضاعفات اللي ممكن انها تحدث مع المريض خلال اول 24 ساعة من العملية، اللي هو مثلا sore throat، احتقان في منطقة الحلق، stiff neck انه الرقبة عندهم تتصلب او تصير توجع، and vomiting ممكن يصير في عندهم استفراغ. فهاي قد تكون طبيعية، بدنا نحكي لهم انه هاي من الاشياء الطبيعية ممكن نشوفها خلال الفترة الاولى. Liquid or semi-liquid diet is given for several days. بدنا نعطي أكل يكون semi-liquid، وعادة بيعطوهم جيلو أول ما يطلع من المستشفى، لأنه أول إشي بارد وكمان خفيف ما بيعمل تخريش لمنطقة العملية. The patient should avoid spicy, hot, acidic or rough food. طبعا خلال الفترة هاي أول أيام بالعملية ممنوع ياخد أي أكل spicy، يعني يكون حار أو سخن أو بيحتوي على مواد حامضة مثل الليمون مثلا، أو يكون رفود يعني إنه يكون إشي صلب، يعني يأكل خبز مثلا لأنه ممكن إنه يأثر على العملية. فعادة بيقعد خلال يوم العملية أو تاني يوم لتالت يوم ياخد أشياء خفيفة لطيفة، سوائل، شوربات، جيلو، بوزة، هاي الأشياء اللي بيعطوهم إياها. ملك and milk products, ice cream and yogurt may be restricted because they may make removal of mucus more difficult. كمان يفضل إننا نبتعد عن مشتقات الحليب، عن الحليب ومشتقاته. فأي بوزة بتحتوي على حليب، إذا بدنا نعطيهم بوزة بنعطيهم البوزة اللي بتكون زي الأسكيمو، أما البوزة اللي بتحتوي على الحليب ما بنعطيهم إياها. الألبان ومشتقات الألبان يفضل إنه إحنا خلال الفترة الأولى ما نستخدمها، لأنها بتخلي إزالة الإفرازات والمخاط تكون أصعب. The nurse instructs the patients to avoid vigorous tooth brushing or gargling since these actions could cause bleeding. طبعا إذا المريض بده يفرش أسنانه بيقدر يفرش أسنانه، لكن مش لازم تكون vigorous، يعني يكون بقوة ويطول ويشده بحيث إنه هو يضرب منطقة العملية. كمان إذا بده يعمل الغرغرة، حكينا الغرغرة تكون لطيفة وما تكون بشدة عشان ما يعمل نزف عند المريض. هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم. المرة الجاي بنبلش في السينوسايتس إن شاء الله. أي سؤال عن المادة إذا سمحتوا رجاء، أي إشي مش واضح، أي كلمة مش مفهومة، اسألوني ما تستحوا، عادي أنا ما عندي مشكلة إنكم تسألوا، المهم إنه المعلومة توصلكم. يعطيكم العافية.